الا طلع المازوط ولا ليسانس جميع الحوايج غيغلاو لان كل شيء كيحتاج النقل. هذيك الخطيه هذيك كتحمل المسؤوليه ديالها الحكومه. حنا كنلاحظوا ان الهاشتاغ ما عمل حتى شي تغيير، واش فهمتي؟ يعني شي حركه اللي هي في ارض الواقع ما كايناش. يعني تكيسوا على الجيوب ديال المغاربه لان راه تنهكنا. والله العظيم باقي ايوب كل شيء زادوا في عايق وماشي غير زادوا. وان اكبر غلط عملت الدوله هو ان خصصت المجال ديال البترول، ولا كان بامكانهم يتداركوا الموقف خصهم يتداركوه دابا. بالنسبه للاثمنه اللي عاملين في الهاشتاغ 7 دراهم غازوال 8 دراهم ليسانس، هي اثمنه يعني شعبويه غير منطقيه. باش نتكلموا بموضوعيه اكثر، وهذه الاثمنه هذه مستحيل تكون وانت ثمن المحروقات اقترنتي بالسوق الدوليه. اذا دابا انت هنا ممكن اي واحد عادي ممكن يعرف في واحد الموقع نسيتني اسمه شحال الثمن ديال المحروقات المغرب. بالنسبه للزياده راه ما كاينش شي زياده، كاين يعني ممكن ان هذه الحكومه تشوف لنا حلول، بحال مثلا ترجع الشركه ديال لاسامير للعمل، ممكن انها تسقف الاثمنه. ملي كنقولوا التسقيف ديال 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 الاثمنه كيعني كتعمل واحد الثمن محدد، في حاله ارتفاع الاسعار ديال المحروقات كيبقى ثمن واحد، في حاله انخفاض كيبقى ثمن واحد، وهذاك الربح ولا ديك الخطيه هذه كتحمل المسؤوليه ديالها الحكومه. الحمله ديال ديكاج خلوش كنظن انا باقي ما خداش الفرصه ديالو الكامله، الا دابا تقريبا 9 اشهر وباقي له 4 سنوات وزياده. يعني خص الانسان ياخذ الفرصه ديالو الكافيه عاد نقدروا نحكموا عليه، ولا الاقل على الاقل دوز واحد عامين. وعاد حنا كنشوفوا دابا الازمه الاقتصاديه ماشي حكران على المغرب ولا المغرب استثناء باش نعدلوا له قاعده، الازمه الاقتصاديه عالميه وكلشي كيتشكى منها، شي حاجه طبيعيه في هذا الوقت هذا في ظل الجائحه ديال كورونا وديال الحرب ديال روسيا واوكرانيا. ما كاينش شي واحد ما مسؤول شي، وما كاينش شي واحد ما كيتاداشي بهذه المصائب اللي كتادي بلايص اخرين. باش الثمن ديال المازوط وديال الليسانس باش يرخصوا هي اعاده فتح شركة تكرير ديال البترول اللي كتساهم، كانت كتساهم لأنها أغلقات ديال المحمدية وديال سيدي قاسم، لأنها كتساهم بواحد الشكل كبير في تخفيض التكلفة ديال هذا المنتوج، هذا اللي هو منتوج يعني معقد. يعني جميع إلا طلع جميع الأثمنة غادي تطلع، إلا طلع المازوط ولا الليسانس جميع الحوايج غيغلاو لأن كل شيء كيحتاج النقل. أي حاجة أي بضاعة وأي سلعة كتحتاج النقل لوجيستيك، واللوجيستيك باش غتمشي هذه المركبة هذه راه كتمشي بالمازوط ولا بالليسانس. لذلك خصهم يعيدوا فتح هذه الشركات ديال التكرير ديال النفط، لأن غادي تهبط التكلفة لواحد 60%، وبذلك نقدروا ان شاء الله نخفضوا التكلفه ونحاولوا يعني نتكيسوا على الجيوب ديال المغاربه لان راه تنهكنا. السلام عليكم. بعدا الراي ديالي في الهاشتاغ هو يعني واحد مبادره جيده، وكي كما قال الاخ ديالنا كيوصل الصوت، حيت لاحظتي الصحافه العالميه كامله هضرت على هذا الهاشتاغ هذا، حيت كما كتعرف دابا مواقع ديال لي ريزو سوسيو كيحسبوا شحال الناس تفاعلوا مع ديك الهاشتاغ هذاك. ولكن حنا كنلاحظوا ان الهاشتاغ ما عمل حتى شي تغيير، واش فهمتي؟ يعني شي حركه اللي هي في ارض الواقع ما كايناش. يعني من المفروض يكون الهاشتاغ وتكون شي حاجه حتى في ارض الواقع، وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه للهاشتاغ. بالنسبه للاثمنه انا كنشوف انها اثمنه غير معقوله في غياب الدعم ديال الدوله، حيت الا كان ديك الاثمنه غتكون حقيقيه خصها ضروري تكون كاينه واحد الدعم الدوله اللي هي مثلا كتخلص معنا واحد 7 دراهم اخرى. مثلا الا كان غازوال ب 7 دراهم راه نورمالمون الدوله غتخلص 7 دراهم اخرى ولا 5 دراهم على الاقل في اللتر الواحد. ومشكل ديال الدعم هو ان اكبر غلط عملت الدوله هو ان خصصت مجال ديال البترول كما كانت باعتون على ما اظن قطر ديك الشركه ديال لاسيمير، ولا كان بامكانهم يتداركوا الموقف خصهم يتداركوه دابا ويحاولوا يتم اعاده الفتح ديال ديك الشركه هذيك، حيت على الاقل واخا كانت كتوفرنا واحد 40% او 30%، راه ديك 40% ولا 30% راه واحد كميه اللي هي يعني غتعاون السوق يعني حتى الا كان السعر العالمي مرتفع الدوله غتجبر بعدا باش تنفس على راسها شويه خير. ومؤخرا الاثمنه ديال البترول نقصت في العالم وما نقصتش عندنا حنايا، وهذا هو المشكل اللي كيوقع اصلا. يعني كتجيبك كيطلع بترول كيطلع الخام ديال البترول في العالم وكيطلع حتى في المغرب، ولكن ملي كيرجع ينزل ما كينزلش عندنا هنايا، وحتى الا نزل كينزل واحد النزله اللي هي خفيفة بزاف، واش فهمتيني؟ هذا ما أيوب ليسانس 9 دراهم 8 دراهم هذيك هو الثمن ديالو، فهمتيني؟ بطاطا زيتي فيها كنين منعش رايبي دانون بزاف،
كتمشي عند بقال كيقول لك اخي مازوت غالي بزاف بزاف على هادشي، وعاد بقال شنو كيقول لك وكلشي زادوا فيه فهمتيني، واخا باقى عنده ستوك وهذيك كيقول لك شو حاجه جوج دراهم كيبيعها لك جوج دراهم وخمسين، ملي كتهضر معاه كيقول لك مازوت بزاف هادشي هذا. هو التاكسي ما كيطلعش كلاسة، التاكسي ما كيطلعش كلاسة، كيطلع بواحد بواحد بواحد، ملي كتهضر معاه كيقول لك اخي خصني نخرج راسي انا الريسيتا والمازوت هو هذا. والله العظيم هاد اليومين هاوت مبلايا، والله ما بغى يطلع انا التاكسي الخاوي، اي مبلايا ثلاثة بين هو خاوي مصيبة اخي، اي والله الا مصيبة هادشي هذا. ايوا خدي الغرض وسالم واخا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.